سمعوا مزيان، هادي راه داروا هنايا، داروا نعم الماراثون ديكشي جهوي كتعرفوا الجهه، يعني ان طنجة تطوان الحشيمه. مزيان، اذا حنايا باش ان شاء الله نستعدوا، المدرسه غادي تستعد السنه المقبله باش تشارك حتى هي في الماراثون، ياك تشارك في الجهه ان شاء الله، وغادي حنا غادي ندربوا دابا، حيت ضروري ما كتكون التدريب عاد المشاركه او لا. اذا انا غادي ننطلق معكم نيت انا، ولكن خصكم تعرفوا انتم لاول مره غتشاركوا، خصكم تعرفوا بان الماراثون ما كيعتمدش حتى في الاول على الحساب. هذه مهمه عاد. لا على اجي الغلط، انا قلت لك في الاول ما تنطلقش بواحد، هذه عاب شويه غادي عاب شويه، واللي انطلق بالجهد راه ما غيكملش، عرفتي عيا؟ اي واحد اذا كنستقبلوا الفائزين الثلاثه المتوجين في هذه البروفا في مدار العمران من مدرسه معاذ بن جبل، اللي قدمنا في الاول اللي فاز بالمرتبه الاولى. الاسم ديالك؟ الاسم ديالي حسين بوزرك. شحال عمرك؟ عمري 17. نعم، كيعجبك العاب القوى؟ نعم. كتجري كتمارس الرياضه كتجري شويه؟ نعم، ومارس الرياضه في اسطول وفي نواحي اخرى. ما دخلتش في شي نادي؟ لا. ها الحال في المرتبه الثانيه تقدم لنا سميتك؟ المرتبه الثانيه خالد راعود. خالد راعود، شحال في عمرك؟ 14. مدرسه معاذ بن جبل. نعم. كيعجبك هذه الرياضه الالعاب القوى؟ نعم كيعجبك. كتجري شويه في الاسطول. وفي بلايص اخرين؟ لا في الاسطول. ها انت يا؟ سفيان مرمش. سفيان؟ مرمش. مرمش، شحال في عمرك؟ 11. 11 سنة. عاد تعجبك العاب، كتعجبك بزاف العاب القوى؟ اه. تبغي تشارك العام الماجي؟ ان شاء الله. اذا صفقوا عليهم. كنستقبل المتوجات في صنف البرعومات اللي فائزين بالمرتبة الثلاث الأوائل، تقدم الاسم ديالك؟ صفية خالد. شحال في عمرك؟ 11 سنة. كتعجبك ألعاب القوى؟ شوية. تبغي تشاركي في شي نادي، تدخل شي نادي تبقى تجري إن شاء الله. منظمة مع الأستاذ ديالك للرياضة؟ إن شاء الله. واخا تقدم الاسم ديالك؟ مريم بن حدود. مريم بن حدود، شحال في عمرك؟ 11. كتجري في شوية؟ نعم. البلايص اللي كتجري فيهم؟ ديال السبورت. لا كتجري في عندك دخلة في نادي الرياضة؟ لا. يعني في كتجري شمن بلاصة كتجري؟ في الأسطال. نعم. ها المرتبة الثالثة قدمنا الاسم ديالك؟ وسيم المراوي. وسيم، شحال في عمرك؟ 11 سنة. نعم. كتمارس ألعاب القوى؟ نعم. فين كتمارسها؟ العدو الريفي وجا. في الأسطال وفي الغابات وفي الحديقة. تبغي تدخل في نادي؟ اذا عندكم رغبة تشاركوا العام الماجي في البطولة؟ نعم. باش تمثلوا المؤسسة ديالكم؟ نعم. طلعوا الإعدادي أنتم ياك؟ نعم. إذا الإعدادي اللي عتمشي لها. إذا هذه كتسمى حركة اليدين. حركة الأرجل. عبسوق يا ودا عبسوق.